مع اقتراب ساعات الظهيرة بدرجة حرارتها الملتهبة، هكذا تخفف هذه الطفلة من شدتها وأثرها عليها في محاولة لمواصلة يومها الدراسي الأول. لا شيء يحرضها على الإنصات وتهجي الأبجدية وسط هذا الزحام، كأنها تقول، ولا مستقبل تشيء به صباحات الدراسة في مخيمات النزوح والتشرد إلا على هذه الحالة. بدأت الدراسة منذ أسبوع، لكنهم يتمكنون من الدراسة بسبب عدم توفر الفصول الدراسية. كما تشاهدون يدرسون في كنتيرات يعانون من الحر، في بيوت خاصة يدرسون في المسجد. هذا المكان أيضا مركز تحفيظ القرآن الكريم. المعاناة كبيرة، يعني المدرسين لم يتوفروا إلى الآن بشكل جيد، الفصول الدراسية، المنهج الدراسي. أكثر من 500 طالب وطالبة يحشرون هنا بعد رفض المدارس الحكومية استيعابهم، حيث قرر الآباء بعد مناشدات للسلطات ووسط هذه الظروف أن يطوعوا ما لديهم من إمكانات كالبقالة والمسجد، فحولوها إلى فصول دراسية مكتظة يقدم فيهما المتطوعات من النازحات معلمات وتربويات حصصا تدريسية تمضي أيامهم وسط مخاوف من إصابة الطلبة بالإغماء والاختناق. في هذا المخيم الذي خصصته السلطات لآلاف النازحين، هكذا تسير حياتهم بعد أن ألقت بهم الحرب مشردين ومنسجين، فأصبح التحصيل العلمي بهذه الطريقة خيمة متهالكة يعدونها إدارة للمدرسة، فيما ينتظر الجميع إنجاز السلطة لوعودها في بناء مدرسة جديدة. وبالنظر إلى وضع المخيم الذي يسكنه هؤلاء الطلبة مع أسرهم، فأغلب الخدمات معدومة ولا شيء أكثر من هذه البيوت الطينية التي تشبه الأفران من شدة حرارتها. أما أثناء الأمطار فالعواصف والرياح عندما تضرب المنطقة تدمر بعضها وتحول أماكنها إلى مستنقعات. نحن نزلنا صفتنا مكلفين مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، مكتب التربية والتعليم مديرية المدينة، إلى مدارس الأربع بالجفينة، وهي مدرسة اليرموك والثورة والمجد والنصر. ونحيطكم علما أنه يوجد فيها ما يزيد على 2700 طالب وطالبة. نطالب الجهات المانحة ونطالب المجتمع الدولي والإخوة في السلطة المحلية في مأرب والإخوة في الرئاسة على أن يدعموا هذه المناطق، مناطق النزوح، بمدارس تليق بهم. بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي أصبحت حياة الناس على هذا النحو، وتعليمهم وأيامهم مثقلات بالاحتياجات المتزايدة والمنعدمة، ولا سلطة ولا منظمات تتعهد هؤلاء، لتبقى رغبة الحياة والأمل في الخلاص من يدفعهم للعيش والبقاء. خليل الطويل، قناة بلقيس.